نحن جينا على لبنان بسنة 2011، عليا عمري 24 سنة. جيت وقتها أنا وماما وأختي صغيرة، كتير صعبة، بدك تفتشي على بيت، وين بدك تقعدي. بداية لجأنا لناس نحن بنعرفهم هون معرفة سابقة، قعدنا عندهم. بعدين صار بدنا نفتش، بدنا نتعلم، بدنا نشتغل. بلشت شغل من أنا وصغيرة، اشتغلت بسوبر ماركت، وماما بوقتها ما كان فيها تشتغل، ماما مريضة. صرت أنا أدفع أجار البيت، ونفس الوقت سجلت بالمدرسة. بلشت معي بالمدرسة، أقعد ورا، أوقات بيبعدوا عني الطلاب، كفيت أكيد علمي، ما تركت المدرسة. درست نيرسينج، وهلأ حالياً بشتغل. أنا بلشت كاشير، شوي شوي اتعلم بالمانجمنت تيم كأدمن. رجعت بعد فترة اللي هي هلأ حالياً أنا بشتغل سوبرفايزر فيها. كان في كتير ناس مقدمين السيفيلا إلهم وبدهم يشتغلوا، إنه في كتير تضايقوا إنه ليش هي بدها تكون موجودة، وليش هي بده ينعمل أبروف لإلها للسيفي، ونحن لا، بما إنه إلنا الأولوية بالشغل. وأنا شخص متعلم، يعني أنا لا بستاهل هذا الشيء. لما صرت أحكي اللكنة صار في يتقبلوني أكتر، أو ما يعرفوني إنه أنا من سوريا. بعد وقت طويل صرت حس حالي لا، إنه شخص عنصر بالمجتمع، عنصر فعال، انخرطت فيهم، تأقلمت معهم، عشت معهم، ربيت بيناتهم.